اصلا بغيت ندخل باش ندخل انا لداخل معاهم فهمتي. ان شاء الله هو خير، عطينا دقيقه وحنا معاك. اهلا وسهلا بمتابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر مباشره من مدينه ميدلت. دائما معكم من بعد قناه شوف تيفي بجهه درعه فيلالت لايف التبوريشه. متابعي قناه الشعب النساء اللي غادي يفجروا معاناتهم داخل المستشفى الاقليمي بوجه مكشوف، واللي كيقولوا بانهم كانوا حملات وتكرفسوا بزاف في المرحله ديال المخاض وسمحوا فيهم، وكاينه اللي ولدت راسها براسها. وغادي نخليكم متابعي قناه الشعب مع هاد السيده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. انا بحالي بحال هاد العيالات كاملين اللي كيهضروا على حقوقهم. حنا جينا دابا تفجرنا، ماشي جينا تفجرنا وتكرفسنا. حنايا جينا كنطالبوا حقوقنا على اساس السبيطار الكبير اللي هو اصلا سبيطار بلا 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 حتى حاجه، محطه طرقيه. المهم انا بغيت نهضر على المعاناه ديالي. انا كنت حامله، جيت كان ديك المره كانوا عندهم هما باش ما يدخل حتى شي واحد. انا كانوا جايو معايا والد اختي وامي، حتى واحد ما بغاو يخليوها تدخل. نورمالمون خص اللي كتولد خصها تدخل معاها وحده. انا حلفوتي ما يدخلوش حتى شي وحده ما تدخل معايا نهائيا. دخلت كنموت وكنتقاتل وكان عرفتي دازت عليا كحله عمرني ما ننساها. كنموت، المهم جاني الوجع، جاني سمتو بغى يهود ليا البيبي. المهم مشيت لعندها قلت لها اختي راني كنحس بالولاده، بغيت نولد، راني عارفه شنو كاين، حيت انا عارفه شنو كاين. انا بغيت نولد كنقول لها اختي، قالت لي خسرات عليا جوج كلمات، قالت لي ما عندي ما غادي ندير لك. انا راه انت كتشوفي البياصات كلهم عامرين. مشيت رجعت تقمعت، مشيت رجعت جلست كنبكي بوحديتي كنموت. كنحزر واحد السيكيريتي كنقول له عافاك اخويا خلي الوالده تدخل معايا ولا شي واحد غير يعاونني شي واحد، ولا قال الكلام ممنوع. المهم ماشي مشكل، دخلت بقيت كنتسنى فوق الباياس. كان جاتني خلاص زحمة مورا زحمة، كنموت. المهم بقيت كنزحم بوحديتي، ما فقت بسمتو بالبيبي نبغى يهبط. صافي جات الميناج قالت لي شنو كديري، قلت لها اختي ما بغاتش تولدني، نولد راسي، ما عندي ما غادي ندير، انا غادي نولد راسي، بغيت نموت. صافي طلعت كنولد بوحديتي، جات كتجري قالت لي لا الشريفه علاش كديري هكا، نوضي البايص راه واحد خوا نوضي. جات جبدات البيبي حطاتو ليا وخلات فيا التوابع ومشات في حالتها. لبسات حوايجها قالت لك وصلت لي لقيتها. منين دخلت الاخرى قالت لي شكون اللي ولداتك، قلت لها انا وحده ولدتني مشات ما عرفتش. اربعه د السوايع وانا كان خوي كتقول لي انا واحد الطبيبه تما قالت لي الا فقتي انتيا راه معجزه الا فقتي. مت وحييت والحمد لله رجعت لوليداتي وما بقياش غادي نسكت نهائيا. صافي انا غادي نهضر ويهضروا كلشي اللي مضرور غادي يهضر. انا تكرفست ومت وحيت، انا الحمد لله رجعت للحياه ولكن ما غاديش نسكت نهائيا. تكرفست وعمرني ما غادي نسكت في هذا السبيطار، بالضبط السبيطار ديال الموت. في كلشي راه ما كنهضروش على الولاده، راه كنهضر على سمتو على اللي بغى يجي يدير تخطيط القلب. ما كاينش دوك الوريقات ما بقاوش. اللي بغى يدير سمتو تحليله، لا ما كاينش التحليله، ما بقاتش، ما كايناش، سيري ديريها برا. والمسكين فين يمشي؟ فين يمشي المسكين؟ فين؟ صافي اخويا هذا الشيء اللي عندي ما نقولو وصافي بارك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك اخويا. الحمد لله هاك اختي. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا وحده من العيالات اللي جايين اليوم باش يهضروا على حقنا، وما خرجنا الا واننا حنا مضرورين ومضرورين بزاف وكاع العيالات مضرورين. اما بالنسبه للسيده اللي مات كانت نقطه اللي افادت الكاس، العيالات كتكرفسوا بزاف خصوصا الحوامل. كتجي تولدي ما كايناش طبيبه كيصيفطوك للرشيديه، ويلا صيفطوك للرشيديه كتكرفسوا عليك اللي هي علاش ما ولدتيش في ميدلت، حنا اش غادي نديروا ليك، انتم راه عندكم سبيطار اقليمي علاش ما يولدوكش تما. المهم مكرفسين بزاف. انا بحد ذاتي جيت عندهم في شهر واحد باش نولد، دخلت عندهم قلبوني قالوا لي غادي تولدي دابا، وصيفطوني للرشيديه قال لك راه ما كايناش عندنا الطبيبه غادي تمشي للرشيديه. صيفطوني للرشيديه في امبيلونس فيها جوج عيالات اخرين وحده جايه معاها عكوسه، يعني اربعه الناس في امبيلونس واحد وبثلاثه بينا باغيين نولدوا.
مشينا للراشديه وصلنا لتيزينة الغمس وحده فيهم جاها المخاض ولدات في تيزينة الغمس ولدوها بالغراز وخلاوها هكاك خرجونا لبرا حاطيني برا انا فيا كانت فيا الضيقه مركبين ليا الاكسجين في حجره في تيزينة الغمس فاش خلاوني تما تا ولدوا السيده عاد طلعونا لومبيلونس داونا للريش حطوا السيده ولدوا السيده لا انا كنت انا باغا نولد وفاش بغاو يولدوا ديك السيده قال لنا خويا لومبيلونس حنا بغينا نولدوا السيده وتا حنا كنا قرابين نولدوا خوينا لومبيلونس حطونا برا فاش شدتني الضيقه ركبوا لي الاكسجين برا فوق حجره محطوط الاكسجين وانا متكيه على الحجر وفي البرد في شهر واحد راكي كتكون ميدل راه كتكون كي الفريغو كتكون بارده المهم ولدوا ديك السيده تما المهم ولدوا ديك السيده تما وداوها حطوها في الريش وداونا للرشيديه وصلنا للرشيديه في البلوك الصراحه في الرشيديه عاملونا مزيان ولاني غير كتخرج من البلوك لبرا ما كاين غير اللي يتكرفسي ليك ما كاين لا حقوق لا والو ما كاين لا تعامل لا والو غير اللي يدور فيك غير اللي ينهضك غير اللي يتكرفسي ليك اما بالنسبه للسبيطار ديال ميدلت اللي خلانا نخرجوا اليوم هو ولا عباره عن محطه اللي جات لهنا كيقولوا لها تمشي للرشيديه ولا تمشي للمكناس ولا تمشي لفاس غير كيصيفطوا كتجي لهنا كتدخل كيعمروا لك الوراق كيقولوا لك الرشيديه الشريفه حنا راه ما عندناش الجينيكو حنا راه ما كايناش الطبيبه وماشي غير في اطار الحوامل راه كلشي كيتكرفس كاع اللي جا لهنا كيتكرفس انا براسي جيت البارح ندير تحاليل قالوا لي بقيت كنتسنى بعدا توصلت نوبتي ما وصلت نوبتي حتى لوحده فاش مشيت ندخل قالوا لي حقا راه ما كاينينش التحاليل التحليله ديال الخزان ديال السكر قالوا لي راه لاباري ما كاينش التحليله كدار برا راه لا يعقل راه الناس دراوش راه الناس في هذه البلاصه راه الاغلبيه ديالهم فقراء الاغلبيه ديالهم الله يكون في العوان مقاتلين غير على ما ياكلوا الاغلبيه ديالهم مقاتلين غير على القوت اليومي ديالهم ما كاينش شاي والله ما كاينش معاه من في هذه البلاد اقسم بالله حنا كنهضروا بغينا حقوقنا بغينا حقوق وليداتنا بغينا حقوق والدينا انا ولدت مره وحده حلفت ما نعاود نولد لانه كرفصوني كنجي عندهم خارجه شهري كيجيو كيقلبوني كيقول لي اش غنديروا لك الشريفه ما فيكش الوجه سيري تيجيك الوجه ونمشي عاوتاني ونرجع حتى سالا شهري جيت عندهم قالوا لي غتمشي للرشيديه صافي راه ما كايناش الجينيكو هنا عييت من زوجهم قالوا لي ما عندنا ما نديروا لك الشريفه غتمشي تولدي في الرشيديه مشيت كرفصنا بزاف مشينا في لومبيلونس بحال حاشاك معمرين في ديك لومبيلونس البهايم اربعه الناس لومبيلونس فيها باياس واحد تخيل كي غيكونوا مشاو الاخرين وكيتقطعوا بالوجه جالسين تما بحال لحتي البادا فشي حاجه وكتحركوا راه حشومه تشعب وعار راه لدرجه انك كتفكري ما تولديش لدرجه كنفكر ما نولدش مع ديجا قبل ما نولد البنيته ديالي كنت بعدا درت اجهاض وجيت لعندهم لهنا جيت عندهم باش ندير اجهاض خلاوني تما خلاوني في الكولوار كنموت دقوا لي جوج دليباري ديال الوجع وخلاوني كنموت راه لا يعقل طريبيه في كرشي في عمرها 4 شهور ولا 5 شهور تهبط بليباري راه بنادم خصو كورطاج فاش هاد الراجل صوناولو على الامن الوطني جاده دابا هذا واش سبيطار ولا اش هادشي راه تقهرنا راه ما خرجنا الا وبغينا الحقوق ديالنا راه ما جايين لا ندابزو ولا جايين باغيين الحقوق ديالنا عندنا مستشفى اقليمي تبارك الله المستشفى كما كتشوفوا راه مستشفى قدو قداش وصل الى علم بان واحد السيده ماتت هاد السيمانه خلات من موراها اربعه ديال الوليدات خلات من موراها اربعه ديال الوليدات وليداتها مسكينه ما حتى لحظه باش تعنق وليداتها وتشوفهم ما ماتت مسكينه والعمه ديالها راه هضرات مع واحد القناه ليه راه كاينه ليه راه هضرات مع الصحافه ليه حنا كنتكرفسوا هنا بزاف ما كاين تحاليل ما كاين راديو ما كاين والو كتجي لهنا كتكرفس اللي طلبتيها كتكرفس والسبيطار ديال المخزن راه خصهم يوقفوا مع الشعب ماشي لا يعقل جاي ويقولوا لك سير شري الخيط الخيط باش تخيطوا بنادم كتشرقوا وتقولوا له واش معاك شي واحد يمشي يجيب الخيط ابره ديال 50 ريال نمشي نشريها برا علاش صالح خلاصات السبيطار علاش دايرينو اخويا هاد السبيطار انا كنهضر على المعاناه ديالي اللي شفت بعينيا ابر المعاناه ديال الناس هما الناس مجموعين كيغوتوا كل وحده دازت عليها راه دازت عليهم كاملين راه كلشي تكرفس راه تكرفسنا ما كاينش المعامله كتدخل كيبقاو يلعبوا فيك غير ستاجيرات ماشي تجي عندك طبيبه تشوف كيجيو عندك ستاجيرات حيدي حوايجك طلعي فوق البياس ايوا السيده كتموت مازال عاد تحيد حوايجها وتطلع فوق البياس وتبقى تسنى فيك امتى غادي تجي انت وكتخليك فوق البياس وكتشربي في البرد حضرت العيالات والله الا تكرفسوا تكرفسنا ومازال كنتكرفسوا حنا بغينا حقوقنا حنا ما كنطالبوش بشي حاجه اللي ما كايناش بغينا حقوقنا عباد الله كنطلب من جلاله الملك يشوف من حالتنا حنا والله الا مكرفصين بغيتو يشوف الشعب ديالو كيعايش راه ما عايشينش حنا راه يسمين عايشين راه مشاركين الاكسجين مع شي وحدين راه ظالمين انا كنوجه النداء ديالي لجلاله الملك شوف في الشعب ديالك شوف الناس اللي كيبغيوك راه حنا كنبغيوك واقفين معاك واقفين موراك شوف فينا ضرب دويره لهنا تشوف راه كتبغي تجي كيبداو يزوقوا راه الواقع راه مر الواقع مر داكشي اللي كنعيشوه راه لا حول ولا قوه الا بالله ابار السبيطار فين ما مشيتي الادارات ديال ميدلت كاملين فين ما مشيتي كتعاني
ابار السبيطار ابار العمله فين ما مشيتي كتعاني. جينا خارجين الصباح باش نديروا المظاهره، جينا خارجين دابا باش نديروا مظاهره، حوايجنا كيولاو جايين في الغيوسات وفي الطين، حشاكم ما كاينش اللي يشوف كاع علينا نهائيا. كلشي كيتكرفس، المسنين كيتكرفسوا، حنا كنتكرفسوا، كلشي مكرفس. تمشي عندهم للتحاليل ما كاينينش، تمشي للراديو ما كاينش، اي حاجه مشيتي لها ما كايناش. جيت عندهم كنت في الشهر ديالي الثامن لهذا السبيطار، طحت في الدار وكاينين العيالات جاراتي حاضرين على هذا الشيء، ندخلوا نهضروا مع المسؤول. طحت في الدار وتهرست في رجلي وجيت عندهم قالوا لي ما عندنا ما نديروا لك. الحمد لله غادي تعاود تحكم معاناتها صافي. انا جيت كنت جبت ولدي الصغير في عمره 5 سنين صباح العيد، كان طاح، كان جاتو غيبوبه وغيب الولد كيتقيا، فاش جبتو لهنا دخلتو لعند الطبيبه ما قاستلو لا حراره لا والو، عمرات الورقه وعطاتني الدواء قالت لي خصك تمشي تديه للرشيديه. فاش دينا الورقه وديناه، ما حنا ما ديناش للرشيديه الغد ليه، ديتو عند طبيب خاص، قال لك السيده داك الدواء اللي عطاتو راه لا علاقه مع الحاله ديالو اصلا، لا علاقه مع الحاله ديالو، والورقه اللي عامره له دايره له راه كيتقيا الدم، هو ما كيتقيا لا دم لا والو، خصهم غير يتهناو من عباد الله، خصهم غير اللي وصل عندهم هنايا يتهناو منهم يصيفطوهم للرشيديه. ما عندهم لا يباري بحال الناس، لا بنش بحال الناس، لا خيوط بحال الناس، كتمشي لعندهم كتدخل كتقول لهم السكانير كيقول لك خاسر، السكانير ما كاينش. كتمشي لعندهم على حساب التلفازه والراديو كيقول لك خاسر، بالنسبه للناس اللي عندهم الراميد كيعطيوهم المواعيد ديال 3 شهور 4 شهور، واش يعقل بان واحد مريض غيقدر يتحمل 3 شهور ولا 4 شهور؟ راه لا يعقل، راه حنا عايشين في مزاله، راه هذا راه ماشي سبيطار، هذا راه كوري. راه غير راه كوري باش بانه ما توفرش حتى للناس الامكانيات الصحيه والظروف الملائمه ديال العلاج، راه كوري، راه عيب، راه عيب. كانوا ماتوا 4 ديال السيدات هنايا حوامل، ما عرفناش سبب الوفاه، علاش؟ علاش في المدن الاخرين ما كتسمعش باللي راه ماتوا الحوامل، ولكن هنا كتسمع في ظرف شهر ماتوا 4، شنو هو السبب؟ بغينا نعرفوا حتى حنا السبب، وكما كنهضروا على حقنا حتى هما الا ما عندهمش الالات وما عندهمش الدواء يهضروا الاطباء على حقهم، باش باننا نعيشوا في هذه المزاله، والناس انت جيتي وشفتي المنطقه الناس الحاله ديالها كي عايشين، بانهم ناس ضعاف وما عندهمش بانهم واش بانه يعقل واحد ما عندوش حتى باش يجيب له ما يوفر لقمه العيش لولاده باش غادي يوفر لهم الطب الدواء. راه عيب هذا الشيء اللي كنعيشوه، عيب. شكرا جزيلا لكل متابعي قناه شوف تيفي اللي كنتو معنا في هذا البث المباشر، يعني في الحقيقه لايف تبوريشه، متابعي قناه الشعب ونساء اللي فجروا معاناتهم داخل المستشفى الاقليمي بوجه مكشوف، واللي كيقولوا بان كنا حملات وتكرفسنا بزاف في المرحله ديال المخاط. الله يكون معاهم متابعي قناه شوف تيفي. وحده فيهم مسكينه كتقول بان 4 سوايع وهي فوق البياس وولدات راسها براسها، لا حول ولا قوه الا بالله متابعي قناه الشعب. وفي هذه اللحظه متابعي قناه شوف تيفي انهم هاد السيدات كاملين اللي ولاو كيخافوا على بناتهم وعلى راسهم وعلى عائلتهم امام عماله اقليم ميدلت، واللي كيطالبوا بفتح حوار، كيقولوا بانهم بغينا حوار مع العماله ديال اقليم ميدلت باش يشوف هذا المستشفى الاقليمي. لا حول لهم ولا قوه الا بالله متابعي قناه شوف تيفي. هذا هو حال ومصير هاد السيدات مساكن اللي كيتوفى وحده بوحده. خويا عافاك حنا بغينا الحوار. صافي عطينا كلمه. خويا عافاك حنا كنطالبوا الحوار مع المسؤولين يشوفوا اللي ضرنا. السيد العامل. حنا بغينا اعلى سلطه في البلاد اللي هو سيد العامل، بغينا نوصلوا له الصوت ديالنا يشوف هاد المهزله اللي واقعه في السبيطار. العيالات. بغينا ندخلوا، بغينا غير يفتح معنا مجال الحوار، بغينا غير نتحاوروا معاه، ما بغينا حتى حاجه، بغينا مجال الحوار بانه باش يشوف هاد المهزله اللي واقعه في السبيطار. كنطلبوا بانه يفتح معنا مجال الحوار، هادشي اللي كنطلبوا، بغينا يفتح معنا مجال الحوار، بغينا يتحاور معنا يتناقش معنا في النقط اللي ضرونا وضروا هاد الناس كاملين. المخير فيهم هنا مضرور وساكت، المخير هنا فيهم مضرور وساكت، بغينا مجال الحوار، بغينا يفتح معنا حوار نهضروا معاه. شكرا جزيلا لكل متابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر من مدينه ميدلت.
ومن امام عملات اقليمي دلتا النساء كاملين كيقولوا بغينا فتح حوار مع السيد عامل اقليمي دلتا، واللي كيقولوا بوجه مكشوف واللي فجروا معاناتهم داخل المستشفى الاقليمي، واللي كيقولوا بان وحده كانت حامله وتكرفصات بزاف في مرحله المخاض، والاخرى كتقول بان 4 سوايع وانا فوق البياض، والاخرى كتقول بانني ولدت راسي وراسي. لا حول لهم ولا قوه متابعي قناه شوف تيفي في هذا البث المباشر، وان شاء الله متابعي قناه الشعب الى بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله. وكيف ما كتتابعوا معنا متابعي قناه الشعب ان هاد النساء فضلوا انهم يرفعوا الشعارات وايضا انهم يجلسوا امام عمالات اقليم ميدلت باش انه تحققهم المطالب نتاعهم اللي كيقولوا حقنا هذاك اللي هو حق مشروع. لا حول ولا قوه الا بالله متابعي قناه الشعب، لهم الله ورساله الى كل مسؤول غيور على مدينه ميدلت اقليم ميدلت، ورساله واضحه لهاد النساء لكل مسؤول وايضا المنتخب. متابعي قناه الشعب كنتوا معنا في هذا البث المباشر من مدينه ميدلت من امام عماله اقليم ميدلت، وان شاء الله متابعي قناه شوف تيفي الى بث اخر وموضوع اخر ان شاء الله.